انت بتشتم ليه؟ احنا بنتدرب يعني. طب بنتدرب ماشي. انا اهدى اهدى خلاص، انا اسف. ماشي حلو كده. ارمي على الارض، سيبها مرمي. ماشي، عشان خاطري تمسك السيف، امسك السيف. مفيش حاجة في شنطتي دلوقتي، انا بضغط الزرار مفيش حاجة في الشنطة. امسك السيف. انت عم ايوه كده، نور نور الشعر اللون كده مظبوط. كده مظبوط. طمية بتعمل كل ده؟ باظت باظت، يؤسفني ان اقول لكم انها باظت. بتطلع ذبذبه غريبه كده في المايك، مش عارف جرالها ايه، بس السماعات عاشت معايا زمن طويل الصراحه، تعبت معايا يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد ومرحبا بكم في قناه ميدوكا. معلش يا شباب اتاخرت عليكم شويه، حصلت ظروف كده وكان عندي شغل في المحل بتاعي، يعني كان نفسي الاقي وقت فاضي ازود فيه واطول فيه في الفيديو شويه، بس ما حصلش نصيب، فاضطر اخلي الجزء اللي فاضل الفيديو الجاي ان شاء الله. هقول لكم ايه الجزء ده دلوقتي. اولا قول لي ليه في مشاهد جه على اخر فيديو انا نزلته لماونت اند ليت 2 وبيقول لي ما تعمل سكيب للتوتوريال يا بيه؟ عندي القصه، انا شفت الكلام ده قبل كده، مش عارف ايه حبيبي. اي فيديو بينزل على القناه بيبقى بينزل على اساس ان المشاهد اول مره يشوف اللعبه دي في حياته، بمعنى هعرض اللعبه للمشاهد من الصفر، والبدايه تكون القصه، يعني هعرض القصه، هعرض المقدمه كمان بتاع اللعبه لو مستاهله، هعرض المهام الجانبيه في اللعبه لو في مهام جانبيه، فاهم قصدي؟ هعرض كل حاجه، هعرض اللعبه بنسبه 100%، حتى لو في كوليكتابلز في اللعبه هعرضها برضه. عارفين الكوليكتابلز اللي بتبقى في معظم الالعاب دي، زي مثلا جي تي اي سان اندرياس من روك ستار، في حاجه كده اسمها هورس شو، تقريبا بتجمع 100 منها وتكسب جايزة، يعني انجاز في اللعبة زي انجاز اكس بوكس كده، زيها كده، في حاجات زيها كتير في معظم الالعاب. سواء حضرتك عارف اللعبة وحافظها صم 100% او ما تعرفهاش، كل فيديو بينزل بيتعرض انا بعرض في اللعبة 100%، ولو اتأخرت في رفع المحتوى هرفعه، بشوف بس لما يجي الوقت المناسب هرفع كل اللي انتوا عايزينه. بس الفكره في ايه؟ انا مقدم محتوى بيعرض اللعبه كل تفصيله فيها، لو في توتوريال هعرضه، فاهم، جانبيه هعرضها، مقدمه هعرضها، قصه هعرضها، ايا كان هعرضها. وبعدين انا بعرض المحتوى بشكل كوميدي، يعني ما بتضحكش حتى لمده ثانيه، ما بتضحكش كده وانت بتتفرج، انا بتريق، يعني انا بحب طبيعتي اكون كوميدي، يعني بحب اتريق واعلق على كل تفاصيل اللعبه حتى لو توتوريال، فعادي يعني زي ما قلت لك ده اسلوبي في تقديم المحتوى، فاكيد هتضحك ولو لثانيه واحده ولا حتى ابتسامه كده. على فكره وانا كنت ناوي اعرض مقدمه اللعبه، بس انا الصراحه كسلت اترجم المقدمه، معلش، بس كانت كلها انجليزي فطبيعي كانت هتحتاج ترجمه، فانا قلت اعديها على طول. بس ما تقلقوش، الفيديو الجاي هيكون متعرب، انا جهزت مود تعريب خلاص في اللعبه، اللعبه كلها بقت عربي دلوقتي الحمد لله، الفيديو الجاي هيبقى متعرب ان شاء الله. لو حضرتك عارف كل حاجه في اللعبه وعارف ان الفيديو متكرر للي حضرتك عارفه، عدي اول جزء، يمكن في حاجه جديده هتلاقيها في اخر الفيديو، عادي يعني، كل الفيديو متكرر بالنسبه لك ما تشوفوش خالص. هقول لك ايه يعني اكتر من كده، ما تشوفش الفيديو يا عم، مؤاخذه في الكلمه. حضرتك جاي تتفرج على الفيديو بتاعي عشان تشوف اللعبه ولا تشوف اللي بيقدم المحتوى اللي هي اللعبه؟ بالعقل كده يعني، ما هو حضرتك عارف اللعبه، هتتفرج عليا وانا بعرضها لك ليه؟ صح؟ يعني انت عايز تشوفني، عايز تشوف اسلوبي في تقديم اللعبه او تقديم المحتوى، صح؟ بس هتعترض ليه بقى؟ عموما عايز افهم الناس ان ده اسلوبي في تقديم المحتوى، هو اولا كده انا بحب تختم القصه، بحب العاب تختم القصه اكتر من اي نوع اخر، وفي العاب كتير عايز اختم قصتها واخلص منها، زي ميدل اللي انا نزلت لها 4 فيديوهات ولسه لسه ما كملتهاش لحد حالا، عمال بحدف قنابل على النص وخلاص. هي الصراحه ممتعه، الحركه دي بالشفرات ممتعه، انا عمري ما مليت منها،
صراحة يعني. بس يعني حضراتكم فاهمين الفكرة، كل فيديو بنزله على القناة أو يعني برفعه على القناة بيبقى للمشاهد اللي هو على أساس أول مرة أشوف اللعبة في حياته، حتى لو فيها أسرار إيستر إيكس هعرضها برضو للمشاهد. دي خلاصة الكلام يعني. ده كان أولا. ثانيا، المفروض الحلقة التانية اللي هتتعرضكم حالا النهاردة كان هيبقى ليها جزء إضافي، كنت أنا أصور جزء إضافي وأرفعه على الحلقة بتاع النهاردة. أنا بحس إن في حاجة كده في اللعبة اسمها محاكاة حروب، أظن دي معناها إنك تحط جيشين ضد بعض، أنا لسه مجربتهاش، بأيا كان مشاة فرسان رماة، فكنت عايز أدعبس وأستكشف الموضوع ده شوية عشان أعمل عنه فيديو، بس اتأخرت ودلوقتي صعب، وقلت بلاش أتأخر عليكم أكتر من كده، وأرفع الحلقة التانية على الوضع ده، والجزء الصغير اللي أنا بصوره حالا ده أهو هحطه في أول الفيديو. وعشان أوضح كلامي أكتر، بمناسبة تختيم القصص في الألعاب حط العنوان كده اهو، قصة ماونت اند بلاي، ايا كان العنوان الجانبي هيبقى ايه بقى، اللي هو مثلا انا جبت سلاح جديد واعمل رياكشن هو بوشي ومش عارف ايه، وجريت بالحصان وقتلت واحد، اللي هي العناوين العبيطة دي انتوا فاهمين اليوتيوبرز اللي اليوتيوبرز بيبالغوا فيها يعني لما بيكتبوا العناوين، انتوا عارفين يعني. دي تاني نقطة اللي كنت بقول لكم عليها، ان في جزء اضافي كنت ناوي اصوره عبارة عن حروب، اضيفه على الحلقة بتاع النهاردة اللي هي عبارة عن قصة للعبة، هيترفع فيديو لوحده يعني من غير قصة، انا خايف يطلع قصير الصراحة. انا كنت عايز اضيفه للحلقة بتاع النهاردة عشان يبقى قصة وفي نفس الوقت يعني جزء اضافي، انتوا فاهمين، بس ماشي مفيش مشكلة. حلو. المهم عشان ما اطولش عليكم قبل كده، اتمنى حلقة النهاردة تعجبكم، ودلوقتي اقول لكم ابدا العرض. استاذن انا بقى عشان عايز اروح الحمام. اضربها عشان خاطري. اخيرا. طب كفايه كده، عايز ابدل سلاح. ما تشطهاش، امسكها. وده ايه؟ وبضغط رايت كليك، مش عارف اعمل ايه. ضربة سريعة، تمام. نعاش ماشي، تمام كده. لا للدور. انا تعودت على حرف الاي في الالعاب انه يعمل انتر اكشن، يعني مثلا يفتح باب، ياخد حاجة، يشيل حاجة من على الارض. ماشي حلو كده. ارمي على الارض، سيبها مرمي. ايوه بقى، خلينا بقى ايه، ننتقل للخيول. عايزين نركب خيول. ده ايه ماونت؟ انت ماشي ازاي يا عم؟ لف. دول ايه، دول بيرقصوا؟ ايه ده، ايه اللي بتعمله ده؟ مش فاهم ده ايه ده. حاسس حركتكم مش لولا يا جماعة، مش عارف ليه. الحصان اللي عور ده، ترك. ماشي، فهمت. بقولك في تهنيج رخم مش عاجبني. ايه طيب، حلو. وجربت اضغط مسطرة، قلت يمكن تعمل حاجة. عاش، جميل، قشطة عليك. ده احنا هنخربها في الحرب. اللي بعده ده ايه؟ ده رمح؟ ده قتال صح؟ السهمين اللي فوق وتحت ده، طب انا اضرب في ايه؟ مش عارف، ممكن احارب حد. يا شباب ممكن تدخلوني معاكم؟ لا ماشي. ما تعرفش تضربه؟ هيا. ايه ده اصلا، انت بتضرب ولا بتزغزغ؟ ايه دي؟ ارمي على الارض يا عم، ارمي. بنشوف اللي بعد. كنت اتمنى تقدر تجري اسرع من كده. طب ما احنا هنشيل اسلحة برضو هنا.
ده 200 لا خلاها 100. ايوه سايك سايك شيل السلاح، هو السلاح معايا، اجيب السلاح منين؟ شلته ولا لسه؟ اظن شال. لا ماوس ديفند استنى لحظة بس عشان مش فاهم حاجة، ازاي امسك الدرع في ايدي؟ اكويب ماشي كده. defend from right defend from right اضرب. هو ما بيضربش ده. اب اهو يلا اضرب. لازم افكره يضرب. اتاك لو ماشي هيا. ده مش اتاك فروم رايت. داون. ده مش داون. الشلل ده يا جدعان. ماشي ماشي هنحاول ندبر الامور. امسك ده امسك ده. ايوه ممكن ده يختلف. او فين السيف؟ بيمسكش من أول مرة ليه؟ الشلل ده. ده دفاع صح. انت تشيلني يا اسطى، لازم افكره يضربني بضربة ولا انا اللي بعملها غلط عشان كده واقف مستني. او انا مش باصص يمين. وبعدين البتاع اللي انا لابسها في دماغي فهمت فهمت خلاص فهمت يا جماعة. طيب انا فهمت ان نظام الضرب في اللعبة دي شغال بالاتجاهات. يعني عشان لو عايز تصد شمال خلي الكاميرا تحوي شمال وبعدين صد كده. مش مستنيني اضرب. خلاص خلاص انا فهمت فهمت. هو ده ما اتحسبش. اتحسبش ليه؟ ماشي عشان خاطري تمسك السيف. امسك السيف. مفيش حاجة في شنطتي دلوقتي، أنا بضغط الزرار مفيش حاجة في الشنطة. امسك السيف أخيرا. انت تشيل اهدى على نفسك. رايت اب تمام بس أبقى. اضرب وانت ساكت. هيا 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 يا يا. انت بتشتم ليه؟ احنا بنتدرب يعني بنتدرب. ماشي انا ههدى ههدى خلاص انا اسف. عندنا ايه تاني؟ سورد اند شيلد مش انا لسه عاملها من شويه. ماونتد تريننج سبير سبير. انا اللي معصمني انك ما تقدرش تجري اسرع من كده. ما بيطلعش على الحصان ليه؟ الحصان مالوش مزاج دلوقتي. You can leave. طيب كده خلاص. خلينا نعمل اي حاجة بقى في القصة عشان انا اتخنقت. كاركتر
ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ تريبوت. ماشي تمام. انفنتوري بارتي. ارجعك ميدوكا. مش بلاي البلاي دي. طيب تمام. حركة ازاي؟ مش عارف حركة. ليف فور دونيتنج اور لون فود اوريجينال كومباين. ماشي لحظة كده، قلت لو كان اللعبة فيها لغة عربية كان يبقى أسهل، بس ماشي مفيش مشكلة. اللعبة معايا مش متعربة. دي ايه ده؟ فيفا كويست. ماشي. يا انا اروح فين؟ هو ليه الشخصية فيها شبه من وو كونج كده؟ ملك القرود. ماشي مين دول؟ لا لا لا، جايين يضربوني دول ولا ايه؟ هما بيجروا كده ليه؟ ده اللي حصل ده. ماشي عاجبني شكل الرسومات بتاع اللعبة، بتفكرني بكتب الامتحان كنت فيها المواد زمان في الثانوي. صح في الثانوي. Now we're here, I guess. So, we need food, and after that, maybe some men to come with us. The head man here can probably help us. Let's try to find him. Speak, because I have everything. You can hold Alt and see. هناك تمام. مش ما تقعدش تخبط في الحيطان بقى. الحركة بالحصان هنا شكلها هتتعبني. هو ده الهيتمان. I'm Orthos, headman of this village. What brings you here? They got your people too. Sorry to hear that. Those bastards have done a bit of killing and looting in these parts as well. We think they've gone north. I reckon there are a few folk around here who'll join you in going after them if you'll pay for their gear. Once you've made your preparations, come and talk to me again. I may have a task for you if you're going after the raiders. To leave a mission, you can hold down the turn. ماشي اخبط في واحدة تمام. خلاص خلاص مش هخبط تاني. رايحين فين دلوقتي؟ ليف يو كان هولد داون كده. هنا جرين وول شيب. ماشي يو ويل باي. اشتري ازاي؟ فين زرار التأكيد؟ زرار الكونفيرم فين؟ واحد اتنين. your brother يعني اتنين من دي. ماشي دم بس كده. مش كان في مهمة تانية باين؟
ريكروت ريكروت اوبشن ميج منيو تريفر ذا فيج خلاص عملناها دي ريكروت منين هنا هيلثي ريكروت مور اند بيتر هاير ليفل تشويس هيد مان هياخد 50 ذهب كلهم هيد مان كده 100 هاتهم كلهم معنا ذهب كفاية كويس ماشي وده مش معنا طيب فنش الاوبريشنز حلو يعني عشان اجيب القائمة دي بعد كده ابقى اضغط ايه ده انا بطير ولا ايه كان في حركة غريبة كده مش عارف فيها درس انا دكتور ماشي We last saw him a few days ago. He was carrying some sort of chest. He set off on the road just a few hours before the raiders came through it. Well, get him, give me. Smash. يعني هعمل ايه دلوقتي اضغط تاب تاني الفيديو ازاي دخل في ساعة يا جدعان انا لحقت اعمل حاجة انا لسه بحاول افهم اللي بيحصل هنا لوكيت شكرا مفيش فاند بارتي ديفيت بارتي تيك اوك اراوند ما كنتش محتاج اضغط تاب هو الخريطة ما اعرفش اشوفها غير لما اضغط لاني مش عارف هروح فين دلوقتي روح كلمه تاني عشان مش عارف انا بعمل ايه والله رايح فين عايز نعمل ايه يا اسطى توتوريال توتوريال مش احنا بنعمل مهمة يا لهوي طب انا عايز افهم ازاي اشوف الراجل ده في الخريطة ليفت الت انا بضغط اهو ليفت الت ليفت ماوس مفيش حاجة ده القتال مهارة ماشي حطها هنا Look around the village to find a party. اتبع الراجل ده ازاي مش فاهم عايز احط عليه علامة تعرفني مكانه فين بالظبط وانا بمشي بالحصان اعملها ازاي اللي هناك ده من ضمنه من ضمن المهمة انا بضغط والله ليفت الت ليفت ماوس بطن تو فولو مفيش حاجه اللي هناك ده استنى هو انا معايا السلاح الاول معايا رمح وسيف ماشي هيت مان هو مش الراجل ده كان واقف هناك العلامة دي كانت ورايا مش هنا انت اتنقلت يا اسطى ولا ايه
الشريك عمال يجري حوالين نفسه في دوائر هناك. راح فين؟ تختفى. انت رحت فين يا كان اسمه ايه نزهون؟ انت فين يا نزهون؟ يا هناك اهو ده مهنج وسط الاشجار مش عارف يجيل. نش ده حتى الحصان تاه مش عارف انا فين بينادي عليا. ولا انا عارف الراجل اللي في الخريطة ده فين، ده عمال يجري زي اللهبل هنا ده. طب يعني مش عارف اقول ايه، اللعبة مش مورياني انا واقف فين في الخريطة هنا. يعني لو كانت حتى مورياني مكاني بالظبط فين في الخريطة دي كنت قلت ماشي، بس فين الجدع ده انا مش عارف اروح له ازاي. الخريطة مورياني ان انا في المكان ده في القرية دي بالظبط، بقى انا شخصيتي واقفة فين في القرية دي؟ ده اللي انا عايز اعرفه. ما هو اللعبة مش هتسيبك عمال تتمشى كده لحد ما يبقى في وشك بالصدفة، اكيد في طريقة تقول لي مكان الراجل ده فين ومكان التاني ده فين واروخر هو فين. معرفش الغي المهمة دي ابدأ اغيرها. استنى كده اما اكلمه. اي يا عم ده حبل هدوم، حرام عليك ده حبل هدوم، عدي منه او لا نط فوقه. انت يا عم هو ده لسه توتوريال؟ مش عارف، انا مش عارف اعمل ايه. طيب نكتفي بهذا القدر. اسيف اللعبة ازاي؟ مفيش زرار للتزييف، ضغط اف 5. اتمنى تكون سيفت بقى. ما شاء الله ما عملتش اي حاجة في اول فيديو عشان واقف في حتة غريبة تافهة زي دي. بس انا موطي الصوت عشان مش عارف اتكلم. المهم كده اكون خلصت فيديو النهاردة، والفيديو بقى 1:05 مش عارف ازاي وانا لسه اصلا ما لحقتش اعمل اي حاجة ومزنوق في حتة زي دي. المهم ساعدوني في التعليقات تحت، انا مش فاهم ايه اللي حصل هنا، مش عارف اعمل ايه. الراجل في الخريطة عمال يجري قدامي في مكانه وانا مش عارف احدده، يعني عايز احط عليه علامة اتبعها وانا بتمشى بشخصيتي على الحصان، فاهمين قصدي؟ المهم كده يكون فيديو النهاردة خلص. ما تنسوش تعملوا لايك شير اشتراك تفعلوا الجرس واشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ I really don't like copyright strikes. I really don't